ايش تبكين؟ شو اللي نزل دموعك؟ شيخ شيخ ابكي على حالي يا ابراهيم، ابكي عليك انت، ما عندي اغلى منك ابكي عليه. يعني مو قاعدة تبكين على بنتك؟ لا، بنتك تزوجت من غير رضانا، تزوجت من واحد من الناس اللي باقوني وكسروني ابراهيم، واللي سلمك لا تتعب نفسك اكثر من كذي وتعذب نفسك، مصيرها باكر تعرف الصج وتندم. بس اهم شيء راحتك، انا محتاجة وجودك معي. قولي لها اني مو راضي عليها لا دنيا ولا اخرة. قولي لها اني ما راح ارضى عليها ليوم الدين عقب اللي سوته فيها. زين خلاص خلاص، انت اهم شيء اهم شيء هد نفسك، هد نفسك ولا تتعب نفسك اكثر من كذي، اهم شيء راحتك، كل شيء بيتصلح ان شاء الله. اعتقد كلام امي كان واضح وقرارها كان واضح ونهائي. ومن قال لك ان القرار بيدها؟ انا اقول لك، مو بس انا بروحي، اخوانك بعد يقولون لك تاخذ اغراضك وتطلع برا البيت ونصيبك يوصل لك من كل شيء، المهم ما نعرفك وما نشوفك. ومن قال لك ان انا بنصيبي؟ اسمع انت اسمع، الحكي اللي قاعد تقوله هذا ترى لا يودي ولا يجيب، بنت انت اخترتها بنفسك وتزوجتها غصب عن امك وبدون رضا اهلها، اخذها واطلع عنا، ما نبيك، ما نبي نشوفك، اللي بيني وبينك انتهى. ومن قال لك ان اللي بيني وبينكم انتهى؟ لا حبيبي، اللي بيني وبينكم البيت. روح قول حق امك فهمها ان زواجي من ريم الحين صار رسمي وموثق بالمحكمه، وراح يسكن مع مرتي ببيتي وقصبا على الكل. انت تعاند منو؟ اعاند امك. البنت اللي تزوجتها هذه ترى تسواكم كلكم، روحوا فهموا امكم وعلموها ان انا تزوجت مو علشان اسكن بقرقور، لا، علشان اسكن ببيتي مع مرتي. وقولوا حق امكم بعد ما لها علاقه تدخل روحها بامور ما لها خص فيها. انت ايش تقصد؟ فهمني ايش تقصد. اللي اقصده كلكم تعرفونه، ومن اليوم رايح ما راح يكون سر، هذا حلالنا وبيتنا، وامي ما لها ولا واحد بالمية حق بهالبيت. هذا مو كلامي، هذا قرار ابوي الله يرحمه. تناظرت بالطوشه، هذا ايش قاعد يقول؟ اطلع برا. بطلع، بس قبل لا اطلع فهم اخوك. اخوك مسكين للحين ما يدري ايش السالفه. قول لها الالاف اللي قاعد تلعب فيهم امك من وين جابتهم؟ تفتح لي جمعيه نسائيه من صوب وتتبرع من صوب. قول لنا الفلوس هذه فلوسنا وحلالنا وهي قاعدة تلعب فيهم واحنا ما ندري. تحكي ليش ساكت؟ عماد ترى بطلع من طوري، صج هالحكي. احنا ساكتين طول هالسنين وما بطلنا حلوجنا بكلمة ولا حاسبناها، ومقابل سكوتنا هذا لازم هي بعد تسكت وما تحاسبنا. ما تحاسبني انا تزوجت ولا ما تزوجت، لاني ما غلطت. انا تزوجت على سنة الله ورسوله، بس هي غلطت، قاعدة تصرف من حلالنا طول هالسنين واحنا ما ندري. اطلع برا، اطلع برا، لا ادفنك، اطلع. حاضر، بطلع. عماد صج هالحكي اللي قاعد يقوله؟ صج امي قاعد تصرف من فلوسنا كل هالمده واحنا ما ندري؟ وانت ليش ساكت؟ ليش ما علمتنا؟ ليش ما قلت لنا؟ يا اخي احنا اخوانك، بعدين ترى هذا حلالنا كلنا مو حلالك انت. ما عندك ضمير؟ ما عندك احساس؟ اكرر واقول لك احنا اخوانك. يما ذا كبار بصيح أنا صبور. شش، أبوك مو حرامي يا يما؟ في أحد يقول عن أبوه حرامي؟ يما أبوي يلبس دايما نظارة
سودة وبيده جنطة سودة مثل الحرامية يطلعون في الأفلام. أبوك رجل أعمال يا يما، قول أبي أصير رجل أعمال مو حرامي. المهم أصير نفس أبوي. يما بصير أم مثلك. وه يا يما، الله يبلغني فيك وأشوفك عروس وأشوف عيالك وعيال عيالك. آمين يما. بسم الله عليك عمر حبيبي، ليش تبكي؟ يما أنا ما أدري شنو بصير، ليش كلهم يبون يصيرون شيء إلا أنا؟ أنت ويهك يقول أنك بتطلع يا دكتور يا مهندس. وأنا يما؟ أنت يا عثيمين إن شاء الله بتصير ضابط شرطة تحمي الناس والوطن. إن شاء الله يما. ليتكم ظليتوا يا هال في براءتكم وفي شطانتكم وفي حبكم ووفائكم لي. آه يا عيالي، آه يا عيالي. هاو شنو هذا؟ شلجناط هذه؟ نعم نعم، وين؟ وين رايحة حضرتك؟ خالتي رجاءً لو سمحتي لا تدخلين، بروح بيت أهلي. تبي تروحين بيت أهلك كيفك؟ روحي، بس حفيدنا ما تاخذينا. قبل لا يكون حفيدكم هذا ولدي، مستحيل أخطي أي خطوة من البيت بدون ما أخذ ولدي معاي. لا عيوني لا حبيبتي، أنت بتروحين بيتكم بالطقاق اللي طقك، بس حفيدي ما يتحرك من هني. أهو عطني عزيزي. خالتي أرجوك تكفين، الوضع مو متحمل، اللي فيني مكفيني الله يخليك. وأنت عمتي يلا سبقيني على السيارة، يلا لا توقفين كذي، هذا ولدك فوق، روحي تهاوشي معاه تخانق ليه ما تشبعين، بس أنا خليني بحالي. يا سلام، تعالي تعالي تعالي، وين رايحة؟ ايش علي؟ ما تروحين وتاخذيني. لو سمحتي هديني. هديني. يا 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 يا، ايش فيكم؟ ايش فيكم؟ صاير؟ شوف مرت ولدك جنتنا المصون، تبي تاخذ حفيدنا وتروح بيت اهلها. هدي هدي يا بنتي، شو خير يا ايش فيك؟ ليش تبين تطلعين؟ تعالي حاجيك انت. اي 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 انا بعين ابليس الحياه. هدي ايش فيك؟ اذيتي البنية ترى. انت ما شفتها؟ ما شفتها شلون قاعده تعلي صوتها علي؟ ما شفتها شلون هجرتك ومشت؟ شنو؟ مو راده على حد؟ اذا مو متربي انا ربيها. يا بنت الحلال، ما رأي يمكن متخانقه مع زوجها، انت ايش دخلك؟ انت ايش اكو؟ وانت ما تدري، هذه هي السوسه اللي فرقت بينك وبين ولدك، بس انت نايم على عينك وما تدري عن شيء. اوه انا بروح حق ولدي، ما اروح حق ولدي احسن لي. حول ولا قوة الا بالله. اخ يلا. خلاص عاد لا تبكي. ليش قاعد تبكين الحين؟ تبكين عقب ما صرنا حق بعض؟ عقب ما سوينا اللي ببالنا؟ مال انا وايد خايفة على ابوي. اخاف يصير في شيء واكون انا السبب. شلون بعدين بسامح نفسي؟ لا تخافين. ان شاء الله ما راح يصير في شيء. بعدين انت مو اول وحده ولا اخر وحده تتزوجي بهالظروف. انا ما قلت بيصير كذي، توقعت ان احنا بنتزوج عادي، بعدين هم بيتقبلون امر الواقع وكل شيء بيصير اوكي. ما توقعت ابوي بيصير فيه كذي، ما توقعت حالته بتصير بهالسوء. عثمان احس اني تسرعت. سرعتي؟
يعني افهم من كلامك ان انت متحسفه ليش تزوجتيني؟ لا تلومني عثمان، ريما انا تحديت العالم كله علشانك، وقفت بوي امي وقفت بوي اخواني، تجرأت كسرت كلمة امي، ما حد بالبيت يوم من الايام وقف بوي امي مثل ما انا وقفت، كل هذا بس عشان انا احبك. كنت اتوقع ان انا بعد ما اسوي كل هذا اسويه علشان اشوفك حزينه، ريما انا لك وانت لي وخلاص، لازم تنسين كل شي صاير. ريما الله يخليك لا تبكين. عثمان الله يخليك، انا وين قاعده اعطي ابوي؟ ابيك تشوفه هو وين، ابي اطمن عليه. قولي سلمك عثمان، قولي سلمك، ابيك تشوف ابوي وين. الله يخليك عثمان، قولي سلمك. وبس انتهى الحوار على كذي؟ يما انا وقتها عصبت فقدت اعصابي خلاص وطردته من المكتب. عديم اخلاق، عديم تربيه، عديم منطق، عمري ما توقعت واحد من عيالي يطلع بهالتفاهه. يما فهميني، كلام عثمان عدل؟ عمر انت ايش تبي تسمع بالضبط؟ انا ابي اسمع الصج. هذا هو الصج اللي قاله اخوك صج. البيت والشركة والعمارات كلها سجلت باسمك أنت وأخوانك، أنا مالي أي شيء. لا تقولين كذي يمه، أنت الخير والبركة، الله يخليك لنا ويدومك على رأسنا إن شاء الله. زين يمه عيل ليش كله؟ لكن أنا أمكم، لي نصيب بقلوبكم، إذا أبوكم ظلمني فأنتوا لازم تنصفوني، لأني ربيت وكبرت وتعبت عشان لما أكون بهذا العمر تعينوني، مو تقعدون تعايروني باللي سواه أبوكم فيني. يما فهمينا، أبوي ليش كل هذا سواه؟ ليش أحرمك من الورث؟ ليش أحرمك من حقك؟ أنت شو مسوية؟ قولي لنا. كا عندك صورة أبوك بالمكتب، روح اسأله، وإذا لقيت الجواب تعال قولي عشان أوقف التفكير والتساؤلات اللي براسي وبمخي من يوم ما مات إلى هذه اللحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا يما إذا مرتك كذي عسرة وما تنبغى خلها تخيس ببيت أهلها، عساها ما ردت. بس يا يما خليك قريب من أبوك، لا تخسره مرة ثانية، وإذا على الهوشة اللي صارت اليوم لا تحاتي، أبوك بسرعة ينسى. يما طيبة ما لها علاقة في اللي بيني وبين أبوي. شلون ما لها علاقة؟ يا يمه المرأة يا تسنع الريال يا تطيح حظه، ومرتك هذه وحدة مغرورة وشايفة نفسها، أصلاً ما حد فرق بينك وبين أبوك إلا هي، والدليل شنو؟ يوم شافتك قريب منه كاي هدتك. الله يهدهك يمه، الحين أنت جايتني داري عشان تزيدين النار حطب؟ ويا يمه أنا ما أبي أشوفك كذي زعلان ومتضايق، المرأة بدالها ألف مرة، بس الأم والأبو ما يتعوضون. أرد وأعيد وأقول يمه طيبة ما لها ذنب، يعني أنا بالله بتبلى عليها؟ شوف أختك ما شاء الله عليها، شوف شلون مباري ريلها، شوف شلون يقوم بهلة وفينا، شوف شلون متقرب من أبوك. أصلاً أبوك إذا بغى يسافر ما يسافر إلا فيصل معه، وأنت من تزوجت هالسوسة وأبوك غسل إيده منه. بس انت الظاهر ما تسمع الا نفسك. دام ان طيبه مو عجبتك ولا داشه مزاجك، ليش وافقتي على زواجنا؟ والله يا يما ما هقيتها كذي بتمرمرك. ايش دعوه يا حافظ؟ ما اشوف حفيدي الا حزه طلعتها من البيت، ما تقول نزله حق يده ويدته يقعدون معاه؟
المرأة اللي ما هي سنعة ما تدوم مع الرجال، ومرتك هذه لا هي سنعة ولا شافت السنعة. تصبح على خير. أحطش من هالجبن الأصفر؟ أوكي. فوقها زيتونة. شكراً. أقول لك هند. هلا خالتي. طالما أنت اعتزلتي وسائل التواصل الاجتماعي والإنستغرام وهالخرابيط هذه، إيش رأيك تشوفي لك وظيفة تملين فيها وقت فراغك وتطلعين لك شمبيزة تسدين فيها مصاريفك اللي ملوعة بدريلك فيها اللي ما تخلص؟ خالتي أخاف أنت ناسية، أنا موظفة أساساً. لا ما نسيت، أنا ما أقصد هذه الوظيفة اللي ما يدرون عنك تداومين ولا لا، وآخر الشهر تقبضين من أموال الدولة وكل يوم مكبرتي المخدة سانتي، ما يجوز، حرام. شفيك ما تردين ولا بتردين حق وسائل التواصل هذه والتكنولوجيا الغبية؟ ترى ما تنفعك، سمعي نصيحتي. أنا أقول خالتي خلي الموضوع بيني وبين ريلي، إحنا نتفاهم مع بعض أحسن. بينك وبين ريلك؟ ليش؟ احنا مو اسره واحده ولا انت مو عاده نفسك من هالبيت؟ لا صادقه خالتي احنا اسره واحده، بس انا ما اشوفك شيتي خذيتي رايي بموضوع ولدك عثمان. بس خلاص خلاص. هي اللي قصدتني اليوم، ايش فيك؟ عن اذنكم. قعدي. انا بعدني ما خلصت كلامي. خير خالتي، تفضلي امري. لا تتعبين نفسك، أنا اللي بقول قالك الوظيفة المناسبة، بس ترى قرار الوظيفة أمر حتمي، مو حلوة قعدتك بالبيت على طول. خالتي الله يهداك، أي وظيفة؟ إحنا الحين بزمن الأعمال الحرة، وأنا واحدة معروفة في السوشيال ميديا وأسوي دعاية حق أكبر الشركات، وأنا مستمتعة بهالشيء. هذا مبدأ ساذج، لأن الأعمال الحرة عمرها قصير. أنتي تضمنين بعد 20 سنة يجيلك نفس المدخول اللي تدخلين الحين؟ إن شاء الله، ليش لا؟ طلعتي غبية، مع أن ريلك ذكي، هذا المفروض تقعدين معاه كل يوم 3 مرات مدة ساعة، اعتبري بنادول، خلي ينور لك راسك، يفتح لك مخك عدل، تناقشي معاه، يمكن تصيرين أذكى. يمه الله يهداك، بس كأنش قلتي لها كلام يزعل وثجيل. هو وانا ايش قلت؟ ما قلت شيء غلط. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان قلت لي اف مره ثانيه يا ويلك، سمعتني ولا لا؟ زين يما، تعوذ من الشيطان. اعوذ بالله منكم. احنا ايش دخلنا؟ احنا صرنا الشياطين؟ ايه، مو راضين تتقبلون اي كلمه مني؟ ايش دعوه يا حافظ؟ ماني امكم؟ لك الحشيمة يمه، لك الحشيمة. انت تعرفين عمر ما يقدر على زعل زوجته، ما يخالف. ماني ماكله، انسدت نفسي. زين اكل انت؟ شنو اكل؟ خلو فيها اكل؟ عقب اللي سويته ايش تبين يايا؟ يما ولي خليك، خلينا قاعد مع ابوي شوي، ولي زلمتش يما. وانت بعد لك عين تيهني عقب اللي سويته؟ عمتي الله يخليك، ترى مو وقتها. لا تقول عمتي، انا مو عمتك، عمت عينك. اللي صار لهذا كله بسببكم انتم. خذها واطلع برا، لا اطلب لكم الامن الحين. ماني ماخذها. بنيه خايفه على ابوها ومن حقها انها تشوفها وتطمن عليه. ما راح تاخذها ها؟ خير إن شاء الله. يبولي سلمك، سامحني. يبولي خليك حللني.
خلاص مش هنروح لأمك تسوي لنا سالفة. يلا يبا سامحني يبا ولي خليك حللني. ايش واقفه وراي كذي؟ من هذا قاعد يزن مسجات حب وغراميات؟ هذا واحد من ربع. وش في هذا واحد من ربع ان شاء الله؟ عنده فراغ عاطفي؟ برودكاست برودكاست مطرشه للكل مو لي انا بروحي. ايش فيك؟ برودكاست يلا مو مهم. انا بس اشوفك رحت الدوام ولا الحين؟ الحين بروح. على فكره لا تنطريني على الغداء. يلا. وايد خايف على ابوي، خاف يصير في شيء. هات حاتين حبيبتي، ان شاء الله ما في شيء. ماك الا العافيه، رب العالمين حافظه. صدقيني الايام الجايه بتزورينا وبتشوفينا احسن من كذي. هذاك الكلام ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يسمع منك. امين. هذا عمر اخوي. الو، هلا عمر. تبي صدق؟ من شوي كنا عنده. شو تقول لي مات؟ ايه ابوها. مو ابوها ومن حقها تطمن عليه؟ يلا يلا خلاص يلا يلا باي. خير صاير؟ لا مو صاير شيء. عمر داق علي في واحد من ربعي الظاهر انه قاعد يدور رقمي ومو محصلني، فكلم عمر وقال له ابي عثمان لازم اروح اشوفها. المهم ايش رايك اقطك انا بيتكم وبعد ساعه كذا اجي لك؟ اوكي يلا. ليلى بنات في الجمعيه وايد مستائين، الانشطه شبه متوقفه، تينا دعوات لافتتاح معارض وانتي رافضه تروحين. ما يصير كذي. انا وين وافتتاح المعارض وين؟ صدقك انتي يبا انا اللي فيني كافيني. الله يهداك، انت الحين شخصية عامة والكل يحبك، وبعدين الناس تعرفوا عليك بأعمالك الخيرية اللي تسوينها. ما يصير كل هذا يتوقف بس علشان أزمة وتعدي. مالي خلق، مالي خلق. حتى أنا مالك خلقي؟ مالي خلق حتى نفسي. أفا يا ليلى، ليلى قبل ما أكون مديرة أعمالك ترى أنا أختك وصديقتك. افتحي لي قلبك، قولي ليش اللي مضايقك. فيني الموت يا سمية، الهموم قاعدة تتحدث علي من كل صوب. اسم الله عليك يا بعد عمري، لا تقولين هالحكي. عيالي يا سمية تجرأوا علي وايد وتمادوا. ماني مصدقة. معقولة الناس يعيدون النظر حتى بأمهم عشان الفلوس؟ يصير كذي عادي يصير؟ لا يا ليلى لا تقولين هالحكي. بالعكس عيالك يحبونك. وهذا أنت قاعدة في بيتهم وتصرفين من فلوسهم وما حد حكى وقال شيء. ما كانوا يدرون. بس عماد اللي كان يدري. ويوم دروا الحين أشوف نظرة العقاب والحساب بعيونهم كل لحظة وبكل ثانية. حتى لو دروا أنت يومهم وبيتهم هو بيتك وفلوسهم هي فلوسك، وهذا الشيء ما ظنيت راح يتغير. عندك مكالمة خاصة ضرورية. ما عليك. ابوي شلونه؟
ابتسلي العربو تحبي هذا بعدين يلا بعدين هذا بعدين ابتسلي العربو بس ودك تروحي ايش ليش؟ طلعي برا طلعي برا طلعي برا طلعي برا بس عمتي بس بس خلاص هدي هدي بسم الله عليك ما تسوى السالفة لا اله الا الله محمد رسول الله بس عمتي بس ما ابي اشوفها ما ابي اشوفها بالبيت خلاص راحت راحت السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش فيكم يا عيال؟ شكلكم مو طبيعي. عظم الله أجرك يما. منو؟ رايل عمتي توفى. شلون توفى؟ الحين مو مهم شلون توفى. المهم أن انتقل رحمة رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشلون عمتكم الحين؟ والله مو زينة يما. منهارة ما تلام لام الله من لام عظم الله أجركم يا عيال أجرنا وأجركم عندك ألو هلا حبيبتي شلونك؟ إيه أنا ما عندي شيء اليوم بتيلي؟ صج؟ خلاص أوكي ناطرتك أنا يلا يا قلبي مع السلامة والله اجرك اول ما خلص العزاء طلعت ويتك على طول حبيت اطمن عليك شلونك الحين الحمد
اي ما انا قاعد احاكيك، ليش ما تردين علي؟ عثمان انا ما ادري شلون بكمل حياتي معك. كل ما بشوف وجهك بذكر ان احنا السبب وفاة ابوي. الحكي ذكري الله وتعوذي من ابليس، ترى هذا امر الله. وين رايحه؟ راح اشوف امي. تبين تشوفين امك؟ ايش عقبه؟ عقبها طردتك؟ امك اللي ما استقبلتك حتى بعز ابوك؟ اللي ما رضت انك توقفين يمها وتسلمين على الناس؟ الناس تعزيج، انت بتروح تشوفينها؟ ما يخالف عثمان، هذه امي. بظل ابوس ايدينها وريولها لما ترضى علي. عثمان انا مو مستعده بيها الجنه عشان اشتري الدنيا. ريم ريم انا قاعد احاكيك. يلا حبيبتي انا بمشي. ليش تمشين؟ خليك قاعده، سوي الناس. يا معوده حزت غدا، واكيد ريلي جبي ما بيها ثقل عليك. لا تحاتين، ريلي ما جاي الغدا اصلا، هو يخلص دوام المغرب. الله، ايش هالدوام اللي للمغرب؟ ايش تراني عنه، بس هو هالفتره كلها ما يتغدى بالبيت. غريبه، في ريال ما يتغدى مع مرته؟ اي في فيصل. سحر حبيبتي انا رفيجتك، انتوا فيكم شيء قولي لي. ما فينا للعافيه، بالعكس بس هو يعني هالفترة شوي مشغول مع الدوام. إيه يمكن، بس نصيحة يا سحر، ديري بالك على ريلك، فتحي عيونك وذونك لا تصيرين فاهية. لا تحاتين، مفتحة عيوني عدل. بعدين فيصل مو مخلي علي قاصر، تدرين لو درى إن في شيء بخاطري قبل لا أقول له يجيب لي إياه يحط لي إياه تحت المخدة. واحد مثل هذا بالله شلون أشك فيه؟ هذا اللي نخاف منه، ليكون إحساس الدم يخليه يسوي كذي. خلينا من هالسالفة الحين، بطلب بيتزا، ايش رايك؟ اطلبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يما عثمان اتصل فيني. عمر عماد ايش فيك الله يهداك؟ ترى هند زوجتي واحده من نوفينا، ما هي غريبه. ايش يبي عثمان؟ يبي يعيش معنا في البيت. تلقى امي بتوافق يعني؟ وليش ما توافق؟ مثل ما احنا لنا حق ونصيب في البيت، هم هو له حق. اشوفك صفيت معه. انا قاعد اتكلم بالمنطق، فكر بعقلك قبل لا تفكرين بقلبك. وبعد شنو قال لك اخوك عثمان؟ يا جماعه خلونا نتكلم جد شوي. هو صدق سوى شيء امي مو راضيه عليه، بس مهما يكون هذا اخونا وما نرضى يعيش بعيد عنه. بس هو اللي اختار القطاعه. لو هو اختار القطاعه كان ما قال انا بسكن ببيتنا مع مرتي. يما ايش رايك بهالحكي؟ يما اذا على البيت فهذا بيتك، بس هم بعد عثمان اخونا وما نرضى يعيش برا البيت. ما يبلك بعد طاري الشركه؟ لا، بس اكيد يبي يطالب بحقه، واذا عاندناه ورفضنا بيوصلنا للمحاكم. يما اذا على البيت فهذا بيتك، بس هم بعد عثمان اخونا وما نرضى يعيش برا البيت. ما يبلك بعد طاري الشركة؟ لا، بس أكيد يبي يطالب بحقه،
وإذا عاندناه ورفضنا بيوصلنا للمحاكم. تكفى يا أخوي، ترى درب المحاكم طويل والموضوع كلش ما يسوى. يما صار لنا ساعة ترى نتناقش بالموضوع، عندي ساكتة ما قلت شيء. الأكل فيه طعم غريب. طيبة، طالما أنت زايرتنا هاليومين نبي نستفيد من خبرتك، عاد دشي المطبخ شوف إيش فيه أكلهم. ليش كذي؟ طيبة، أنت زايرتنا ولا بتردين تعيشين عندنا؟ سحر، أنت رفيجتي وأكثر من أخت، وأنا بأنصحك ديري بالك على بيتك وريلك يا سحر، ولا تخفلين عنهم دقيقة واحدة. ترى قلب الريال يشيل أربع حريم، لا تخلين واحدة ثانية تاخذه منك. هدى، أنا ما أفكر بهالطريقة، تفكيري وايد أوسع من كذي. شلون يعني؟ خلينا نكون صريحات يا سحر، بتقنعيني إن بعمرك ما طحتي على ريلك يكلم واحدة؟ لا الحمد لله، أنا حطيته بعيوني محافظة عليه عدل، بس لو مو سفرات العمل هذه مالته لو عتشبدي فيها. وش دراك إن سفرات عمل؟ إيش قصدك يعني هدى؟ لا شكين بالريال، أنا أعرف إن رايلي عنده مؤتمر برا الديرة. طليتي في جوازه؟ لا. إذا رجع طلي في جوازه، إذا ما لقيتي راد من المغرب ولا تايلند لا تسلمين علي. هدى سمعيني، أنا ما يفرق عندي إذا فيصل تعرف لوحدة ثانية غيري، أهم شيء عندي إنه يكون محافظ على بيته ومرته. صراحة فيصل مو مخلي علي قاصر، لو بقعد أدور على ريال وفي راح أموت ما راح أصل لحد. الله يرزقنا مثل قناعتك. هاي اما شوفك قاعدة بروحك. وش الجديد يعني؟ انا دايما بروحي. ما شلحكي هذا الصج، قبل كنتوا يا هال ومحتاجيني وحولي، الحين ما شاء الله عليكم كبرتوا وكل واحد طلع له صوت وراي ووجهة نظر، وانتوا بحاجتي الحين. اما بلا دلع، كلنا عندك وحوالك، حتى لقمتنا ما ناكلها بدونك. وايد أوادم عايشين ببيت واحد بس قلوبهم برا البيت، الدليل على هذا أخوانك. لا تقصديني أنا وبدر، ترى مستحيل أرجع بيتهم مرة ثانية. إذا بدر يبيني وشاريني خلاص يقعد معي هني نفس ما كان قاعد معي قبل. غريبة، ما سألتيني ليش رديت البيت؟ لو أنا أهمكم كان سألت. دامي ما أهمكم، شلح السؤال؟ يما شيلي هالأوهام من راسك، ترى أصابعك ما هي سوى، وإذا واحد من عيالك طلع عوي مو معناته إحنا كلنا عويان. والله عاد عوي مو عوي حق نفسه، كل عقله براسه ويعرف خلاصه، وأنا بس بشيل إيدي عنكم. صبر صبر، أنا جاية يما عشان أسولف معاك. طيب لا تشذبين، أنت جاية تحققين وتسألين، وأنا ما عندي جواب حق أسئلتك. انت ما تقولي شو العب اللي انت فيه، شو السالفه؟ قاعد بفندق صينيه صاعده وصينيه نازله، ليش ما تنزل تاكل ويانا تحت؟ يما انت تدرين ليش؟ لا ما ادري ليش، قولي انت ليش. ابوي صاير مو يبلعني عقب اللي صار، وانا ما ابي اجابل على غدا ولا عشاء، اغث ويغثني بكلامه.
لا انت غلطان، ابوك مو كذي. لا يمه انا مو غلطان. انت ولدي وانا اعرفك زين. انت ما حطيت فيصل بهالموقف هذا الا الهدف براسك، تبي تقرب من ابوك. صح كلامك يمه، بس الظاهر ابوي ما يبي هالقرب، كل ما اتقدم خطوتين يرجع 10 خطوات، ما ادري ليش ما يبيني ولا يحبني. شو الحكي الفاضي يا يمه الله يهديك؟ شنو ما يحبني؟ انت ولده بكره، ابوك شي ينادونه؟ وينادونه ابو بدر؟ ايه بس يعز فيصل اكثر مني، والدليل انه ماخذه معاه الديوانيه، ما قال ولدي قاعد فوق اتصل فيه قوم امشي معاي الديوانيه. وانت حضره جنابك شو مسوي؟ قاعد هني زعلان ومسكر على عمرك. فيصل يعرف حق ابوك، كاسبه لصفه، يترزز عنده، سو نفسه وهو ياخذك معاه. صير خير. الا ما قلت لي سويت ويا المسعده؟ مهي ناويه ترجع؟ سكتي يمه، حدي متازم، مو عارف اسوي شيء من غيرها يمه. هشتو؟ ليش؟ شنو ناقصك هني بالله؟ يمه هي اللي تعرف لي، تعرف حق لبسي، هي اللي تسوي لي قهوتي، تساعدني، تسمعني. ما ادري يمه، متضايق من غيرها. اسمعني عدل، انا ما صدقت على الله ان ولدي عقل ويا عندي البيت. احنا ما عندنا ريايل يسكنون بيت حريمهم، هذا بيتك، وان كانها تبيك تيك اياني وياك تتصل فيها ولا تروح لها، سمعتني ولا لا؟ يمه هذه اللي تحكين عنها زوجتي ام ولدي؟ وانت ولدي حشاشة يوفي، وانا مرضى عليك الكلام. اي كلام يمه؟ كلام الناس اللي يقولون شو الريال هذا اللي هاد بيت اهله وساكن عند هالمرته. والله عيب، والله عيب. انا ما استبعد ان ابوك سامع له من هالحكي هذا بالديوانيه، عشان كذي ما ياخذك معه. صدقتي امه؟ اي طبعا، كل ابوي يتضايق اذا سمع كلام مو زين عن ولده الوحيد. اسمعني يا يمه، خل عنك التفكير فيها وحط بالك تروح لها، واذا هي تبيك تجيك. يما بنغرق بنغرق بالشاي احنا. ايش هالبيالات هذه؟ عشان ما تطول مره ثانيه. والله ما كان صغر منه. جنات منو هذول؟ يا تفضل البيت بيتك. عثمان؟ هي عثمان. ايش فيك انك نسيتيني يما؟ ايش فيك تطالعيني كذي؟ ايش فيكم؟ شنو مو مصدقين اني رديت البيت؟ تبوني طول عمري قاعد بشقه ها؟ تبون تستانسون انتم بهالقصر؟ اقول لك اخذ هاللي ساحبها بايدك وردوا مكان ما ييتوا. انا ما يقعد عندي ولدي عصالي امر. تطرديني من بيتي يمه؟ اتحكى مع امي عادل يا صبي. وليش انا قلت شيء غلط؟ هذا بيتي مثل ما هو بيتك وبيت عمر وبيت طيبه. يجوز تطردين راعي البيت من بيته؟ عثمان تكلم مع امي عادل وضف لسانك عيب. اسمعني عدل، لازم تحط ببالك ان هذا البيت بيتي ويتم بيتي لاخر يوم بعمري وطول ما راسي يشم الهواء، وهالحكوتين اللي حفظتهم لك عمتك المينونه ترى ما يهموني. خالتي لو سمحتي لا تغلطين على امي. يا حليلك انت شنو بعد؟ اقول لك حبيبتي انت خلصتي الحين دفنتي ابوك، شناوي عليه؟ تدفنين امك بعد؟ بتموتينها؟ يمه رجاءً ثمني كلامك وعن الغلط. كذب انت كذب. انت متى تصير ريال؟ متى تعرف شلون تتحكى مع امك؟ انا ماني ياهل، انا ماني عثمان اللي انت خابره. كلامي يوصلك ويتعداك، انتوا اخواني وهذه امك موجوده تسمع. هذا بيتي مثل ما هو بيتك، وانا بعيش بهالبيت انا وزوجتي، وزوجتي بتعيش بهالبيت تاج على روسكم. بس بس يا عباد بس خلاص تعود مني خلاص يا عباد. لا 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 لا.
نعم سلمان؟ إيه شربت الحليب والخدامة عنده. زين، ورفيجتك تغدت معك؟ إيه أقنعتها تيجي تاكل وياي لأني أدري إنك مو موجود. فيصل أنا أعرف إن شغلك مهم عندك، بس يعني في شغلة ثانية بعد أهم، مثلي أنا وولدك وبيتك، لازم تحطنا بأولوياتك. أنت تدرين بطبيعة شغلي، لازم أجابله ولازم أسافر كل فترة للثانية. هذا الشيء مو علشاني بروحي، هذا الشيء علشاني وعلشانك وعلشان عيالنا بالمستقبل. فيصل إيش فيك معصب؟ أنا بس قاعد أتناقش وياك، قاعد أفتح عيونك على أشياء يمكن أنت غافل عنها. حبيبي إحنا حياتنا الاجتماعية قاعد تختفي، والكل ملاحظ الكلام، وأمي كلها تسألني عنك، حتى الفيشتري ما تعرفك، تقولي شو الشغل هذا اللي كل يومين رايح مسافر. فيصل أنا زوجتك ولازم أعرف عنك كل شيء. سحر هالأشياء اللي تقولينها ترى مو منطقية، أنا شلي باللي تقوله أمك ولا رفيجتك؟ أنا ريال هذا رزقي ولازم أسافر كل فترة والثانية. وأنا ما عندي مشكلة مع سفرك، بس خذني وياك أنا وسلمان. وين ناخذ هالولد الصغير ونبهذله من سفرة إلى سفرة ومن طيارة إلى طيارة؟ شو هالكلام هذا؟ شو هالمنطق؟ خلاص عيل، أخليه عند أمي وأنا أسافر وياك، ما عندي شيء. يا الله، وأمك أصلاً تقعد بالبيت؟ أمك من بيت لبيت ومن يارة ليارة، أقول لك شيء؟ إيش رأيك أنا ما أشتغل وأقعد هني وأجاب لك؟ أحسن لك كذي؟ ترتاحين؟ لا حبيبي أنا ما أقصد، أنا بس أبيك دوم حولي، أنت رايلي وبعيالي ومالي غيرك بالدنيا. صراحة أنا خاف عليك بنات الحرم. حبيبتي لا تخافين على ريال يحب مرته ويموت عليها. أقول لك شيء، أنا كنت ناوي أجيب لك في السفرة الجاية هدية ما تحلمين فيها. صدق؟ شنو هي؟ إيه ما صارت مفاجأة إذا قلتها لك، صبري شوي. صح. زين حبيبتي أنا رايح الجيم، تبين شيء؟ زين حبيبي شرب القهوة. لا لا ما بيها، بروح أبدل ملابسي. يلا الله وياك. أنا معك، اللي قاله واللي سواه غلط، بس هو الحين تزوج على سنة الله ورسوله، حتى لو ما كانت أمه راضية. خلاص تزوج وصار أمر واقع، وإذا ما رضت اليوم باشر تبي ترضى. مسكين أنت يا عمر، مسكين أنت، عبالك الحين ريموت زوجت أخوك علشان سواد عيونه؟ أنت مو فاهم شيء. ما تفهمون؟ قولوا لي صاير في شيء داير وانا ما ادري عنه. ما اقدر، امي محلفتني ما تحكى، سألها انت بنفسك. المهم ريم الحين زوجته وبيجيبها ويسكن معاها في البيت، واذا عينه بيشتكي علينا، واخوك مينون كل شيء يسوي باتر بيفضحنا قدام العالم. زين امي ما عليك منها، بتزعل اليوم بتزعل باكر، ما ردها بترضى. بعدين مو أول واحدة ولدها يتزوج من وراها، عدل ولا مو عدل؟ اسمع اسمع اسمع، لا نخسر أخونا علشان رأي أمنا، ما عليك منها. بعدين إحنا أخوان، ما ردنا البعض وإحنا أبقى البعض. زين خلص خلص، اشرب. يسر نادي ماما طيبة. ماما طيبة مو هنا. وينها؟ ما أدري، ما في أحد. خلاص أوكي شكرا. أخوك للحين بالبيت؟ أي أمه، وين تبين يروحين؟ أهل أحجز لي بأوتيل، أنا ما نرد البيت. شنو أوتيل؟ شنو أنت شايف هذا هو الحل يعني؟ إيه هذا هو الحل، ما أنام معه بيت واحد وتحت سقف واحد عقب اللي صار. ولما تهل حجي أمه؟ لين ما يطلق بنت عمتك هالخبلة المينونة هذه. زين هما ذكريني انت ليش
يعني رافضة هالزواج، ليش واقفة في طريقها هالوقفة العظيمة هذه؟ ذكريني بس عشان بعدك. انت بتتذكر؟ انا اقول لك ليش. اول شيء لان بنت عمتك جاية تنتقم حق امها وابوها مني، وثاني شيء عشان ما شاورني بالموضوع وراح تزوج من وراي. ايه تي بعد نفس الشيء ما رحت تزوجتي، ما حد درى عنك ولا شاورتي احد. طب عاد يلا عاد. هذا انت يوم ما حبيتي والحب خلاص رحت تزوجتي بالسر وما علمتي احد. هو بعد حب بنت عمته وراح تزوج وما علم احد وما شاور احد. بالعكس هو يوميا علمنا كلنا. انت منو يدري؟ منو يدري غيري؟ غيرك عشان كذي قاعد الحين قدامي تعايرني ها؟ حشيم انا مو قاعد اعايرك. أنا بس بتشوفين شيء أنت مو شايفته. أنت غلطتك أكبر من غلطة حسن، وأنا سامحتك من قلبي وراضي. أنت بعد سامحي. والله جزاك الله خير، سامحتني. مشكور ما قصرت. عفوا. يا ربي هالرجال هذا مينني 24 ساعة منقع برا كنا قطو. ايش فيك علامك؟ تعبت الحلال والله، مغثت الشغل، تعبت والله تعبت. سلمان ريحتك كلها سجاير. الحين زين خلاص باكر انت قاعد ونقعد نجابلش 24 ساعة، هذا اللي تبينه؟ لا 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 لا، واللي يسلم عمرك تقعد تجابلني شو تسوي؟ لا خليك بشغلك ابرك، واذا ما تبي شغلك شوف لك شغل ثاني اخف، بس لا تقعد لي بالبيت. مستعرة مني؟ لا مو مستحرة منك، بس الحريم يقولون إن الريال إذا تقاعد صار حنة ورنة، وأنا مو ناقصة حنة. حسبات أنا بقعد أجاب لشني؟ لا يبا هرش عليه هناك، أقعد على البحر أسمع خيوطي، ما تشوفيني إلا مني معليمة بس. بعد؟ السلام عليكم. عليكم السلام أمي. إيش فيك ما ترد السلام على الولد؟ هذا ما يستاهل وجهه، هذا سلام دش وصعد فوق عن ابوه. خلي يستاهل وجهه شوي، دش داخل هني يسلم على ابوه، يحبه على راسه، يسال عن احواله. يعني ما عليه، تدري ان الولد زعلان ومتضايق شوي. متضايق ها؟ لا بسالك الحين، مو مرته اخذت الولد وطلعت؟ ليش ما راح وراها؟ هو تطرد الولد انت من البيت؟ لا ما اطرده انا، بس انت الحين عاجبك حاله؟ ها؟ عاجبك اللي هو فيه؟ هو في صوب، امرته في صوب، ولده في صوب، عايش عزوبي. زين كذي؟ اسمعيني. روحي عقلي ولدك ونصحي، قولي لي يرجع حق مرته. ترى مو زين اللي هو فيه، مو زين. تبيني انصحي؟ روح يقعد عند ليلو. لا والله حشا ماني ناصحته. خلي ولدي يقعد عندي ابرك من يقعد عند هذه الناقصه. اي والله. كافي الحريم حش وقراض فيها 24 ساعة، كل ما رحت شاي ضحى قاموا يتناقزون علي علشان زوجت ولدي حق بنتها. دامنا انت امه وين الله يوافقه. لا الله يوافقه ان شاء الله. دامنا انت امه الله يوافقه. ايه وانا عند ربي صادجة، يقول لك هالمره هذه ما تستحي على وجهها، دايره بالمعارض بين الريايل، لا وتسافر من غير محرم. وي طفها طفها طفها، استغفر الله استغفر الله، الله يستر علي وعلى عيالي. وي هاي وين الله يوفقه، دام ان انت امي، دام ان انت قاعده على راسه. الو وين كنتي؟ مريت عليك البيت وما لقيتك، مع ان سيارتك كانت موجوده. امي كانت تعبانه وديناها المستشفى. طبعا هدى ولدنا بروحه، خليتها عند المربيه. يا عافيه عليك، خوش ام. انا ادري فيك، انت داق تدور السبايب، مو بداق عشان تسال عن ولدك، تبي تتهاوش معي وبس. ابيكم تردون البيت، أبي ولدي حوالي.
باكر ان شاء الله من الصبح بدزه مع المربيه. اي ويقعد معاك ليه بالليل، وبالليل ترجعونه لي بعد تدلل وامر. ايش تبي ازيد من كذي؟ شلون يعني؟ وانت بنتي جايه؟ انا الحين ما عرفت لك، انت تبي تشوف ولدك ولا تبي تشوفني انا؟ ايش تبي بالضبط؟ ابيك انت وانا بعد ابيك، بس ان اي عندكم البيت انسى الموضوع، حتى لو زواره. عقب اللي سويته فيني امك انسى. والحل يعني بنظل بعاد عن بعض على طول؟ الحل يا حبيبي تي عندنا البيت وتعيش معي مثل ما كنا عايشين قبل. امي بتزعل. امك رضاها مربوط بتعاستنا، سنين كانت زعلانه عليك وكنا احنا عايشين بسعاده، بس من مجرد ان هي رضت شوف اللي صار، شوف حياتنا انا وانت، حياتنا صارت كلها تعاسه في تعاسه ومشاكل. خلاص خلاص طرشي ولدي عزوز مع المربيه باكر، يلا تصبحين على خير. فعليك بالسفه. يلا قومي يا شيخة حبيبتي، قومي دشي دارك، صالش فترة طويلة على هالحالة. واللي عافيتش سوسن ما لي خلق شيء، خليني قاعدة ما بيروح مكان. شيخة أنت بتموتين عمرك كذي؟ تتوقعين لو إبراهيم كان عايش كان يرضى تسوين بعمرك كذي؟ آسفة حبيبتي، آسفة والله مو قصدي، بس أنا قلبي يتقطع عليك من أشوفك بهالحالة. يلا قومي. نزل تحت انت رايق؟ حبيبي انا اقول خل الخدم يصعدون لنا الريوق هني وايد احسن. خلي الطاوله اللي شطولها وش عرضها تحت. انت رايق هني بالغرفه؟ من صدقك انت؟ بس انا اخاف احد من اهلك يغلط علي ولا يقطع علي كلمه. اي خسون عشان اشق حلوجهم قدامك. امشي بس امشي امشي. والله حبيبي ما اعرف شنو اقول لك، بس يوم انت بالحمام طلعت بشرب قلاص ماي كان اشوف اختك طيبه، قالت لي كسري الشر ودخلي الغرفة وهوشتني، وأنا خفت بصراحة وما لي خلق المشاكل. شنو؟ أنا أعلمك فيهم. عثمان ولي سلمك، أنا ما أحب المشاكل وما أبي أهلك يغلطون علي. أنت مو متزوجة أي أحد، لازم يعرفون أن أنا صاحب البيت هني. امشي امشي، خليني أحط لهم حد قدامك. امشي امشي. لا ما في شيء، بس كنت تعبانة شوي، بس الحين أنا أحسن لا تحاتي. زين قل لي أنت شلونك؟ وأنا بعد ولهت عليك، بس تدري لو بعدين بعدين أكلمك. منو منو؟ خالتي لحق عيالك قاعد أذبحهم برا. وي حزرتي شفيك يا اللي ما تستحي على وجهك؟ شلون تمد ايدك على اخوك؟ رجاء يما عن الغلط. اص اص ولا كلمه. تحسب هذه رجوله؟ لو فيك ذره رجوله ما تمد ايدك على اخوك العود عشان هالسخره اللي وراك. مالك شغل بمرتي، اذا عندك شيء حاجيني انا. عيب عليك، لا ترفع ايدك في وجه امك. انا ما فهمت ايش تبون؟ ليش حاطين دوكم بدون مرتي؟ مو حرام عليكم؟ حرمت عليك عيشتك انت ويا مرتك هذه. انا لو مو اخوك العود طاح على راسي وقال اسامحك
ولا انا ما اسامحك. سجل انك مو كفو، اخذ برتك واطلع برا بيتي. بيتك؟ اي بيت؟ لا انت يما الظاهر كذبت الكذبه وصدقتيها. اي بيت؟ الظاهر انت مو فاهمه للحين. اذا مو فاهمه خلي اخواني يفهمونك. اقذب لسانك يا جليل الحياة. ما تستحي على وجهك انت، ما تستحي. هذا بيت امي قبل لا يكون بيتي، وقبل لا يكون بيتك، وقبل لا يكون بيتنا كلنا. هي تدش واحنا نطلع. هذا البيت بيتي مثل ما هو بيتكم، وامي ما لها شغل بهالبيت، ما لها شبر واحد بهالبيت، ومو من حقها تطردني. واللي مو عاجبه فيكم يطق راسه بالطوفه. يلا حبيبتي امشي، خلينا نتريق، امشي. تكفتني حيمان، ما تردني بيت الدين حيمان، ما اطلع من البيت، بيتي مثل ما هو بيتك. يما سويت هذي مكانهم الشارع مو البيت يما. يا ويلكم احد يبطل لهم الباب ولا يجرب من عندهم، الحق فيهم. لا ضيقين خلقك، نرجع البيت قصبا عليهم. لا ننطرد من البيت. ماشي، هيني يا عماد انا اعلمك. احنا الحين وين بنروح؟ لا اهلك يبونا ولا امي تبيني، وين نولي؟ نقعد في فندق كم يوم لين تهدى الامور، وبعدين بنرجع قصبا عليهم. زين واهلك؟ لا تقولي ان اهلك، هذا مو اهلي، الأعداء. بس ماشي، أنا راح أعلمك فيهم، مو هم اللي بدوا، هم يتحملون. ها خلصتوا اجتماعكم العائلي؟ ما قلت ليش صار على أخوك؟ هند ترى راسي حورني ومالي خلق شيء، اي اسئله اجليها بعدين. لا ما له داعي اسال، كل شيء انكشف، اخوك ما خلى فيها شيء ما شاء الله. بس انا خايفه عليك حبيبي. خايفه علي من اخوي؟ لا حبيبي، انا خايفه عليك من امك. اخوك عثمان ترى ما راح يسكت، هذا بيته مثل ما هو بيتكم، اكيد بيريركم بالمحاكم، بيشتكي عليكم. لا لا ما راح توصل لهالدرجه، اكيد انا وعماد بنلاقي حل. الله يخليك عماد. عماد واقف مع امك وهي غلطانه من ساسها لراسها، عيل تروح تطرد الريال من بيته وهي ضيفه فيه؟ هند والله حبيبي باكر بتطلع منها بارده مبرده وبتوهككم. لازم حدودك، ترى هذا اللي تكلمين عليها هذه امي. وانا ما قلت شيء غلط، انا مو بس خايفه على نفسي، انا خايفه على اللي ببطني بعد. انت حامل؟ عمر هذه فرصه ثانيه من رب العالمين، واعتبرها الاخيره، يا تكون قد الابوه يا اعرف مستقبلي من الحين. هند انت قاعد تساوميني على امي؟ لا انا اساومك بولدك، يا تكون قد المسؤوليه وتامن مستقبل ولدي، يا كل واحد فينا يروح بطريق. لا والله منتي صاحيه، انا بروح انام بالصاله وايد ابرك من اسمع الكلام التافه هذا. انت لو تعرف اللي انا اعرفه عن امك ما كان هذا ردك. انا احب الرياضه لأنها نافعة وممتعة، تقوي الجسم وتمنحه الصحة والقوة والنشاط. حياتي أنت، تعال 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 أشوفك، تعال 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 طالعني أشوفك أنت الأول، تعال تعال. شلونك؟ تمام؟ زين؟ وحشتك؟ تبعتني خشمك أشوف. حياتي أنت، شوف هذا جاي لك هذول، أمسك أمسك وهذول. هذول لك. تبي شيء ثاني؟ تبي شيء ثاني؟ شنو تبي؟ شلونك؟ الحمد لله بخير، شلونك؟ الله يسلمك. هذا كلهم لك، زين؟ يلا حبيبي كمل مذاكرتك، بجي لك مرة ثانية، زين؟ يلا، يلا روني أشوف. يلا تعال. يلا مع السلامة عزوز. مع السلامة. يلا باي.
تبعدوا عنه الأمراض؟ عماد. هلا يما. انت قاعدة؟ اي قاعدة. بشوف حضرتك متى تشرف. ايش دعوة يما؟ خلاص عاد كبرنا على هالسوالف. انت فجأة حسستيني عمري 18 سنة، خلاص. وين كنت عماد؟ بالديوانية يما. اي ديوانية؟ ها. ديوانية الربع يما، شو الأسئلة؟ ها. ديوانية الربع؟ تقصد الشقة اللي بالدور الرابع. أقول لك عماد، انشغالي الدايم عنكم لا يصور لك أني ما أعرف كل صغيرة وكبيرة عنك أنت وأموانك. أعرف كل شيء عنكم وأنا مشغولة عنكم فيكم، فلا تستغفلني يما. أنا ما سويت شيء غلط، ما سويت شيء غلط. وانت شنو بنظرك الغلط؟ حاط لك شقة تسهر فيها طول الليل انت وربعك وتقول لي ما سويت شيء غلط؟ يما انا واحد عاقل ومتزن وعاقل براسي وعارف ايش قاعد اسوي، خلاص عاد. ولدي بكري عماد يفسفس حلال هالايتام على شقة وخرابيط وسكر وشر. لحظة يما، لحظة، وين رحتي؟ وين رحتي؟ شنو شرب وشنو خرابيط؟ ايش قاعد تقولين يما؟ يما انت وايد رحت بعيد، وايد. وين رحتي؟ شوفي يما، على عيني وعلى راسي حقك تحاسبيني على كل شيء. انا ولدك بس الا شغل الشركه يما، الا شغل الشركه. انا محافظ عليه بدروسي يما، شغاله على حلالي وحلال اخواني ليل نهار ومو مقصر، شغال بذمه وضمير. زين اذا انت مو مسوي شيء غلط، ليش تحط نفسك بموضع شبهه؟ من دخل مداخل السوق اتهم، عدل ولا لا؟ عدل. تصبح على خير. سامحيني يما، تكفيني يما سامحيني، ولي سلمتي ما أنا ما بيلا رضاك. يما أنا بنتك وحيدتك، أنا مالي غيرك ولا لك غيري. صدقيني يما، ما حد يبرد جبدك إلا أنا. أنا اللي باخذ حقك منهم، أنا اللي باخذ لك الثار. صدقيني يما، صدقيني ما خليت ليلى تي تعتذر ليه عندش تترجاك تسامحينها ما اطلع بنت ابوي. ما حد بيذلها الا انا. عمر ابوي ما راح يروح ببلاش، صدقيني ما راح يروح ببلاش. بس خلاص امش تعبانه، بعدين تعالي لها مره ثانيه. تكفين خلي بالك عليها. ان شاء الله ان شاء الله. يلا مع السلامه.